وقبل ما نبدا في الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وما تنسوش تدعمونا بلايك حتى نستمر في نشر المزيد ان شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم احبتي من جديد ما زلنا مع قناه تفسير الاحلام مع اخيكم اسماعيل الجعبيري الحمد لله. والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه ايها الاخوه الكرام ما زلنا مع سلسله الادعيه المباركه التي نستفيد منها في حياتنا اليوم والنهاردة الدعاء جميل جدا بعنوان اللهم إنا نسألك رحمتك الواسعة نستعين بالله تبارك وتعالى قائلين اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ان تستجيب لنا دعواتنا وان تحقق لنا رغباتنا وان تقضي لنا حوائجنا وان تفرج لنا كروبنا وان تغفر لنا ذنوبنا وان تستر لنا عيوبنا وان تتوب علينا وتعافينا وتعفو عنا وان تصلح لنا اهلينا وذرياتنا وتشفي لنا مرضانا وترحم موتانا وترحمنا برحمتك الواسعه رحمة تغنينا بها عن كل شيء. اللهم فوضتك امري كله فجمله خيرا بما شئت واجعلني يا رب ممن نظرت اليه فرحمته وسمعت دعاءه فاجبته اللهم امين. انتظرونا في اللقاءات القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.